بمناسبة اليوم العالمي لحماية المرضى وضمان حق المريض بالحصول على الخدمات الصحية المناسبة، وفي ظل التطورات المتسارعة لجائحة كورونا، عقد الائتلاف الصحي لحماية المريض ندوة تتحدث عن تجربة الأردن خلال الجائحة. هذه المناسبة الصحية جعلنا منها منبر لنستطيع أن نعرض تجربة الأردن خلال جائحة كورونا من كل الهيئات المعنية بذلك، فكانت هذه الندوة شاملة لكل القطاعات الممثلة للأداء الصحي. أهم ما أنجزه الائتلاف إصدار الميثاق الوطني اللي هو شارك فيه كثير من الفنيين والخبراء لتأدية الدور الأصلح والإنساني لمؤدي الخدمة من أطباء وأجهزة، وأيضا كيفية سلوك المستفيد المريض بأصول وسلوك معين. تحدثنا عن أنه تم رفع قدرة وزارة الصحة، الآن في عندنا حوالي 3500 سرير عزل، وفي عندنا حوالي 900 سرير ICU، وعندنا 900 جهاز مخصصة هذه للكورونا فقط. تم رفد وزارة الصحة أيضا بحوالي 2500 بين طبيب وممرض وفني مختبر. رفعنا قدرات الفحص المخبري، كان عندنا مركز واحد اللي هو في عمان بيعمل فحص البي سي آر، الآن احنا في عندنا في كل محافظة مركز بيستطيع عمل فحص بي سي آر. بالنسبة للمطاعيم عملنا على تأمين حوالي 17.5 مليون جرعة مطاعيم من أربع أنواع من المطاعيم. وصلنا إلى نسبة تغطية حوالي 60% بالجرعة الأولى و 50% بالجرعة الثانية، يعني ب 3,650,000 جرعة أولى و 3,250,000 جرعة ثانية. مراكز التطعيم منتشرة الحمد لله في جميع أنحاء المملكة. نعمل الآن إن شاء الله في توسيع قاعدة التطعيم حتى نصل إلى الفئات التي لم نصل إليها سابقا. المساهمة في تحسين المخرجات الصحية وتحقيق مبدأ المساءلة العامة وتطوير المنظومة الصحية في الأردن أفكار لم تغب عن الندوة لزيادة كفاءة ووضع سياسات صحية لسلامة المرضى واعتماد معايير طبية علاجية واضحة وتوحيدها وتطبيقها. تفاجأنا بعد اجتماعنا مع الرئيس ووافقنا على أنه نعطيه 1200 سرير، ب 15/11 بصدر أمر دفاع رقم 23 بوضع اليد على المستشفيات الخاصة. إحنا صار عندنا زي سكيزوفرينيا، انفصام بالشخصية. طب يا أخي إحنا قبل 10 أيام قاعدين معك وقلنا لك أوكي حضر اتفاقيات خلينا نوقع، بعد 10 أيام تصدر أمر دفاع. كيف كان الصورة النمطية بدناش نحكي جوا الأردن برا الأردن؟ أظهرونا كأنه إحنا رافضين نعالج مرضى كورونا، أظهرونا إنه إحنا رافضين نتعاون مع الحكومة، وبدهم يصدروا أمر دفاع مشان يحطوا إيدهم على المستشفيات الخاصة. طب أنت يا وزارة الصحة يا دوب تدير المستشفيات الحكومية، بدك تحط إيدك على المستشفيات الخاصة وتديرها كمان؟ يعني هل هذا هو الحل؟ كانت فرصة إنه تقدمنا في بعض الأوراق، تقدمت في موضوع الوباء كورونا والتعامل معه من جميع الأبعاد، سواء من البعد الصحي أو البعد التأميني أو موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتجربة الرائدة اللي مرت بها الأردن يعني. فكانت حقيقة جلسة مثمرة يعني لتبادل الآراء والاستماع للعديد من الأوراق العلمية المتميزة. الأخطاء الطبية والتقصير والإهمال في مقدمة الأسباب لفقدان الأحبة أو إحداث أي عاهات دائمة، أكد الائتلاف من خلال الندوة أنه يرفضها بكافة الأشكال، وأن وزارة الصحة مطالبة بالتطور السريع لإعادة الألق لقطاعها الذي يتغنى به الأردن.